حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا متواصلين معكم وللحديث أكثر عن تفاصيل اختراع روبوت التعقيم. ينضم معنا عبر المكالمة المرئية المهندس سعيد الكتبي، مخترع روبوت التعقيم. مساك الله بالخير أخويا. مساء النور، حياك الله. في البداية مهندسنا، حدثنا عن الفكرة، كيف جتك هذه الفكرة وتم تطبيقها كذلك؟ الفكرة طبعا كانت بحث علمي في الجامعة. طبعا كان هناك عندي بعض النظريات بخصوص أنه يجب أن يكون عندنا اللي هو الوقاية من الأوبئة حسب المعطيات اللي يعني تحصلت عليها من الانترنت ومن المراكز الموثوقة يعني عالمية. فبديت بأكثر من فكرة، وطبعا مع زملائي يعني في الدراسه سوينا عصف ذهني ولقينا انه لا بد ان نسوي هناك نوع من الروبوتات يعمل لنا نوع من اللي هو مساعده في الوقايه من الاوبئه في المستقبل. نعم. هذا المشروع تقريبا 3 سنوات كدراسه وكتطبيق. ف يعني بدينا من بروتوتايب، من يعني شكل مصغر يعني، ولقينا تشجيع من الجامعه ومن الدكاتره، وقاموا يعني يضيفون علينا بعض الاضافات. وفي يوم من الايام عرضنا الفكره في مؤتمر ولقينا استحسان يعني من الناس. طبعا بعد يعني ما يعني خلصت الجامعه. نعم. تمت الفكره في بالي من 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 روبوت صغير بروتوتايب وتخرج، ليش ما اسويه ك يعني روبوت فعلي او استخدمه في المستقبل كوقايه. فبعد ظليت تقريبا ما يقارب سنه ونص اجمع الاجزاء المهمه في الروبوت، وصنعته في ورشه منزليه عندي بالبيت. ما شاء الله. وبالنهاية يعني بعد ما جربت وشفت يعني فعاليته، أنا ما كان في بالي أنه يوم من الأيام بنحتاجه أو بينا الوباء، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل يعني أنه صارت الأمور. وحسيت أنه لابد أن يوم من الأيام لازم أعرض يعني الفكرة هذه أو أني أساهم فيها بقل ما أقدر يعني عليه. فزهم الله خير بلدية الشارقة يعني رحبوا بالفكرة، وكان يعني أنا ما توقعت لهالدرجة اهتمامهم بالمبتكرين والاختراعات، فجوني لين البيت ما شاء الله واثنوا علي وزهم الله خير يعني. مهندس سعيد، يعني هذا الاختراع ما كان للتعقيم على وجه التحديد، لكن صادف بفعل الظروف اللي مرينا فيها بشكل طارئ ومفاجئ أنك سخرت هذا الاختراع للتعقيم. حدثنا شوية عن آلية عمل هذا الروبوت. الروبوت مثل ما قلتي أنه ما كان له مهمة وحدة، لا كان له أكثر من مهمة. وأنا بعد جدير بالذكر أني أذكر حتى الدائرة اللي أنا أعمل فيها اللي هي جمارك دبي، عرضت لهم أيضا الفكرة كروبوت بيخدمنا أيضا في المهام الجمركية. نعم. ويعني لقيت استحسان كبير من المدير عام أحمد محبوب أن ليش لا، خلنا نشوف الروبوت ونشوف اللي يعني نقدر نسويه يعني. فبالفعل أنا عرضته في الدائرة، ويعني أخذت أفكار من زملائي بالعمل، ويعني طلعت نتيجة جميلة يعني. فطبعا الكل يعرف أن هناك كان للروبوت مهام للتعقيم مكافحة الأوبئة، في نفس الوقت للمراقبة والبحث في إن كان في حسب أي مهمة، خاصة في المهام الصعبة يعني. قدرات الإنسان محدودة، لكن هذا الروبوت له يعني قدرات أكبر عن قدرة الإنسان. نعم. يعني من تحمل، من تنقل، من تحليل البيانات عن طريق الكاميرا، عن طريق الأنظمة اللي يحتويها هذا الروبوت، وخاصة أنه يعمل عن بعد يعني تقدر تتحكم فيه لمسافات بعيدة.
ويعطيك معطيات يعني حسب اللي انت ترغب فيها. وبالنهايه يعني على الوضع اللي صار حسيت ان الروبوت قدراته للوقايه اقرب وافضل. عشان هالموضوع انا رجعت لبحث العلم السابق ان انا شو اللي المفروض كنت اعمل فيه، فرجعت اعاده صياغه الروبوت من اول جديد وضفنا اضافات اللي هي المطلوبه ويعني سلمته جاهز يعني. نعم ما شاء الله، مثل ما ذكرت ان هذا الروبوت يعني قابل للقيام بعده مهام ليس فقط التعقيم، لكن متعدد المهام، فاكيد ان في المستقبل ان شاء الله بيتم استخدامه بشكل اوسع واكبر. مهندس سعيد، يمكن ذكرت نقطة مهمة، الدعم الذي حظيت فيه من قبل أيضا على وجه التحديد بلدية مدينة الشارقة، هناك تجاوب أيضا من قبلهم، كلمنا أكثر عن هذا الجانب. والله القصة بدأت بعد ما سمعت يعني أقوال يعني اسمه الشيخ محمد الزايد لما قال يعني طمنوا أكلكم وشربكم وصحتكم كلها مضمونة. نعم. يعني هذا أنا فكرت في الكلام اللي قاله، قلت له يعني سبحان الله، أقول في قلبي يعني سبحان الله، شيوخنا مهتمين فينا لأبعد الحدود، ونحن يعني المفروض أن نسعى مثل ما هم يسعون. جلستي أنا في البيت، وخاصة لما دعتنا ظروف أنا نجلس في البيوت، حسيت ان لا 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 لابد اني اسوي شيء، لازم اتحرك. يعني حسيت ان يعني اللي يسوونه شيوخ واللي يسعون ان يوفرون لنا كل هذا ونحن ياسين، لا لابد اني انا بعد احاول لو ابادر بشيء بسيط يعني. فاتصلت لبلديه الشارقه، وصراحه انا اندهشت من سرعه الاستجابه. يعني اتصلت الكول سنتر وقلت لهم انا مخترع اماراتي وعندي اختراع وحبيت اني اساهم فيه لو شيء بسيط يعني من اللي انتم تقومون فيه. وفي نفس اللحظه حولوني لمسؤول مدير قسم التعقيم، الاخت والله ما اذكر الاسامي، اعذروني على هالشيء، لكن الاخت تواصلت وياي في نفس اليوم. نعم. قالت لي ممكن عرف التفاصيل، قلت لها كذا كذا، هذا الروبوت ويقوم بعملية التعقيم. قالت أنا مستعدة أني أجيك لين عندك ونستلم الروبوت ونشوف مواصفاته. يعني صراحة كانت استجابة سريعة، وبالفعل اليوم الثاني جو يعني جميع المختصين في بلدية الشارقة، من مختص الكهرباء أو مختص التعقيم ومختص الهندسة الكهربائية ما شاء الله ومختص الكيماويات، تم تجربة الروبوت يعني للتجربة، كان وقت التجربة. أنا صراحة كنت منذهل من وجودهم وياي في الوقت هذا وسرعة الاستجابة، وفي نفس الوقت كان يحتم علينا الوقت أنه لازم هناك يكون في سرعة، فبديت أني عملية يعني التدريب على استخدام الروبوت. والحمد لله كان يوم جميل يعني في تجربة الروبوت ما شاء الله. هل تم تطبيقه يمكن في الشوارع، يعني استخدمتوا هذا الروبوت بشكل فعلي، ولا ان شاء الله في خطه لاستخدامه؟ طبعا بلديه الشارقه عندها انظمه معينه في تجربه يمكن مثل هالنوع من الروبوتات. نعم. لكن كان تجربه الروبوت في ساحه البلديه يعني كان ناجح، وكان يعني مبين على المجموعه التيم اللي ويانا، كان يعني عجبتهم انه لا يتوقعون منه افضل يعني. وفي نفس الوقت جت عندهم افكار باضافه اشياء معينه حسب متطلبات البلديه، ويعني يتواصلون وياي من فتره لفتره ببعض الامور وبعض المعلومات، واللي اتوقع منهم ان شاء الله تكون هناك نوع من 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 استخدام الروبوتات في المستقبل في بلديه الشارقه. يعني ما شاء الله عليهم على توجههم هذا، انا اتوقع ان هناك بيكون يعني تعمق
كثير في مسألة استخدام الروبوتات في مكافحة الأنواع من الأوبئة. نعم ما شاء الله، يعني هذه الروبوتات يمكن تستخدم على وجه التحديد في المناطق اللي صعب وصولها أو المناطق الصغيرة نوعا ما اللي السيارة ما تقدر أنها توصل لهذه المنطقة. واستفدت أنت أيضا من هذه التجربة بالملاحظات التي تمت إضافتها على مشروعك، لكن في البداية أكيد هناك كانت تحديات كبيرة تواجهها من خلال مشوارك في هذا المشروع، لكن ما وقفتك هذه التحديات أكيد. نعم طبعا تحديات كثيرة، خاصة إذا تكلمنا عن صناعة روبوت، يمكن شوي احنا عندنا في دولة الإمارات صناعة روبوتات جديدة علينا، لكن يعني هذا ما وقف في طريقنا ان نساهم نحن في اظهار بعض الافكار، خاصة في عالمنا السريع هذا. فكان نوع من التحديات هي القطع اللي محتاجينها لصناعة هذا الروبوت، لكن باستخدام المتاجر بالانترنت قدرت اني استورد القطع هذه المطلوبه، والبعض منها صنعت بطريقه معينه، غير ان هيئت ورشه عندي في البيت لصناعه الاجزاء المهمه اللي هو الهيكل الروبوت والتلحيم والتوصيلات الكهربائيه. فالحمد لله يمكن هذا الشيء ساعدني كثير. وطبعا ارجع اقول غلطت مره ومرتين، الواحد يتعلم اكيد انه يتعلم من اخطائه. اي نعم، مو شرط بس هذه التحديات، طبعا في تحديات ايضا من بعض الاصدقاء، ان انت تتكلم عن شيء شوي حن ما نتخيله. فالكلام مرات يكون خاصة الكلام السلبي مرات يأثر على نفس الشخص. صحيح، الواحد ما يستمع للمحبطين اكيد من التحدي. اي لا، انا اخذته كنوع من التحدي، يعني اعطاني دافع قوي اني لا انا لازم اثبت النظريه او اثبت الفكره اللي انا طرحتها. يعني جميل. مهندس سعيد، يعني اليوم شو تقول للشباب الاماراتيين اللي عندهم هذه المواهب اللي دارسينها، وان لازم ايضا يردون الجميل لهذا الوطن، شو تقول لهم اليوم خلال تجربتك؟ طبعا اول شيء مجال الروبوت مجال واسع، وهذا مستقبل يعني نستخدمه في امور كثيره، يخدم قطاعات في دوله الامارات العربيه المتحده. والشباب الجيل اللي جاينا المفروض انه يحط في عين الاعتبار ان التحديات تكون اكبر، لكن لابد انه يستمر وانه يتواصل وانه يصبر على النتائج او مخرجات البحث اللي هو يقوم فيه. وبالنهايه يعني دوله الامارات تعتمد عليهم، فلا بد ان يعني يحاولون ان يظهرون بمخرجات تساهم في رفع مستوى يعني جميع قطاعات دوله الامارات العربيه المتحده، من قطاع صناعي لتعليم لصحة، جميع القطاعات هذه طبعا الروبوتات تساهم فيها. نعم، وأكيد بيحصلون على الدعم المطلوب واحتضان هذه المواهب الشابة المختلفة مثل تجربتك اللي شاركتنا فيها، وأكيد المستمعين استفادوا منها. مهندس سعيد، نحن نتمنى لك كل التوفيق. شكرا، يعطيك العافية وموفق بإذن الله. شكرا جزيلا. وياك إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم لنعوده.